سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، نستأذنكم ببدء مراسيم استبدال الراية الحمراء لمرقد أبي الفضل العباسي عليه السلام بالراية السوداء راية الحزن والأسى. بانطلاق موسم الأحزان وبشهر محرم الحرام للعام 1445 هجرية، الآن يكون الشروع برفع راية الحزن والعزاء الأبدي، راية الحداد، راية الأشجان الفاطمية والزينبية، من قبل سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة. لبيك يا عباس،